لكل قصة وجهتي نظر، طبيعتنا تدفعنا لاعتناق إحداها، نتبناها ونشعر بالانتماء لها. To let you know that change is coming. البعض يتطرف لفكرته ويبدأ بالتعصب لوجهة نظره ويقصي الآخرين، لكن لا مجال لذلك اليوم، فنحن بأمس الحاجة للتقارب أكثر، للحوار بعقلانية، للاحترام المتبادل وقبول الآخر، ولاتباع المنطق والإقناع. في الحقيقة نحن بحاجة لأن نتناظر.